واحد فينا بيستقبل هذا الشهر بطريقة خاصة، كيف بتستقبلوا انتو رمضان؟ خلونا نتابع. يعني بننزل على الأسواق، بنجهز حالنا بأكل شرب ألبس اللي ناقصة الأولاد، هيك شيء بنصير هيك نحب الطلعات ونحب الفوتات، بس طبعاً بعد الفطور نجهز لرمضان، ورمضان كريم علينا وعليكم. وعليك رمضان كريم. الله يسلمك علينا. كيف بتجهزوا لرمضان؟ والله التجهيزات بتعرف انت كالعادي مثل كل شهر، انت العادة على الجميع بخير وسلام ان شاء الله. وعليك يا رب، شكرا. هلا حيا الله. مرحبا، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. كيف عم تجهزوا لرمضان؟ تحضيرات، شو بتبلشوا بتعملوا؟ والله كل شيء، يعني هلا بالنسبة للفطور وكذا هيك كل شيء. يعني حواضر لرمضان وكذا امور رمضان. اكثر شيء بيميزه تحضيرات رمضان عنا كسوريين؟ اكثر شيء السفرة، الحلويات، المشروبات الباردة. ان شاء الله كل عام ان شاء الله بخير يا رب. بلشنا. شو بلشنا؟ والله بالمونة تبع البيت. يعني دائما بناكل هم هذا الشهر، من طبخ، من كل شيء، تنظيف وتحضير. اكيد هذا كله لازم. والله بلشنا هلا بالمونة بمساواة البيت بهالقصص. جايين من جزيرة أرواد، جايين نودع رمضان قبل رمضان ونتودع من الشام واهلها، بس عقد ما سمعنا فيها واجواء الحلوه حبينا نيجي نشوف الاجواء ونشارك كان رهجه رمضان وبتجنن. وعقبال كل سنه كل سنه وانتم ينعاد عليكم بالخير. كيف تحضيراتكم لرمضان؟ غير شكل، الحمد لله رب العالمين، دوما بسوريا بامان ونحن بامان وتحضيراتنا حاضره باي وقت ان شاء الله. شكرا لك. لا يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. والله يعني شهر رمضان حلو، في خير وبركه. والله بجهز أنا بصراحة أعدد صلاتي وبركب القرنة حلوة، بعطرها حتى والأكل بيومي قبل بساعة، يعني ما عندي أنا كتير أعمل تغيير. نعتبره مناسبة فرح ودين وجمعات حلوة. شو تنظيف؟ خلصنا تنظيف البيت وجهزنا مشان المعمول تبع العيد، مشان ما أنزل برمضان، وتياب العيد طبعا. والله هيك شغل وكركبة، توضيبات لرمضان بالأغراض والتزيين لرمضان وبالبيت لما بيزينوا البيت كمان. هيك بيستقبل السوريين شهر رمضان الكريم، تحضيرات وتحضيرات وتحضيرات. البيت دائما هو أولا ولمة العائلة. رمضان كريم.